ايه هو؟ في حد بره؟ في واحد عايزك بره يا ابني. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا محمود يا أخو الغالي. أخو الغالي؟ هو أنت تعرف خالد؟ كان هيبقى فيه بينا شغل بس ما حصلش نصيب. لكن بقى بعد ما عرفت اللي حصل يا محمود قلت أجي أطمن عليه. بابا معلش ممكن تسيبنا لوحدنا شوية؟ تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، انا جاي اطمن عليه 5 دقايق وامشي على طول، ما تعبش نفسك. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يعزك، اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا محمود. موضوع الشلل ده حاجه صعبه قوي، مش كده ولا ايه؟ تمام. بس تفتكر صعب زي تلاقي كده شقة عمرك بتسرق قدام عينيك وانت مش قادر تعمل حاجة؟ الفلس والفقر دول حاجة صعبة أوي يا اخويا، يخليك تحس كده ان انت ماشي عريان في الضلمة، مش كده ولا ايه؟ لكن قولي صحيح، هي مراتك سرقت منك فلوس كتير يعني؟ يا جدع في حد يسلم نفسه بايده لواحدة ست؟ ده ايه حكايتك؟ أنا جاي أرجع لك الفلوس اللي سرقتها منك مراتك، وأخد لك منها كمان اللي أنت ما تعرفش اللي هو معاها، وأخد لك روحها كمان لو حابب. تعرفني منين؟ وتعرف كل الكلام ده إزاي؟ أنا شغلتي تخليني أعرف كل حاجة. ماشي، واللي أنت بتقوله ده تقدر تنفذه ولا أي كلام؟ جرب مصلحتك. خدمة قصاد خدمة. ازاي؟ خالد اخوك. ماله خالد؟ خالد اخوك هو السبب في ان انا موجود معاك النهارده، وتقدر كده تقول ان هو خدم خدمة عمرك. مش فاهم حاجة. انا فاهمك. خالد اخوك سرق مني حاجة غالية عليا قوي، وأنا جايلك بقى عشان تساعدني ترجعها. خالد سرقك؟ مستحيل، أخويا عمره ما كان حرامي. يا محمود مش كل حاجة بنصدقها بتطلع صح في الآخر. أنت مثلا رحت اتجوزت وعشت مع واحدة في بيت واحد، وفي الآخر حصل إيه؟ اديتك على قفاك وسرقتك. زي ما هتلاقي في ناس قريبين منك كنت متخيلهم حاجة وطلعوا حاجة تانية خالص. قيس على كده بقى خالد اخوك، ما سالتش نفسك اللي هو فيه ده سببه ايه؟ حصل له بالصدفه مثلا؟ اكيد لا. مفيش حاجه في الدنيا دي يا محمود بتحصل بالصدفه، كل حاجه بتحصل بسبب ولسبب. اخوك قتل البيت، وبعد ما قتلها سرق حاجه تخصني، عشان كده انا موجود النهارده. تصدق ده بقى او ما تصدقوش مش تفرق كتير، ولا هيغير من اللي انا جاي لك عشانه واتفق معاك عليه. هو ايه؟ تسلمني خالد اخوك، وانا ارجع لك فلوسك على داير مليون، وفوقيه مراتك تعمل فيها اللي انت عاوزه. انا عارف ان انت في الاول هتبقى مخضوض وخايف، هتقول لا ما ينفعش اعمل كده في اخويا حبيبي من لحم ودم، وحبه صعبانيات كده انا عارفهم كويس. بس بعد شويه هتلاقي عقلك بيقول لك جرايه يا محمود، هتكمل حياتك ازاي؟ هتكمل حياتك ازاي وانت مشلول ومعكش ولا مليم؟ بقيت عامل زي خالد مات، انسان ميت مالكش اي قيمه. عشان كده بقى انا جيت لك لغايه عندك عشان ارجع لك فلوسك، فلوسك اللي هتعمل منك قيمه. انا مش عاوزك ترد عليا دلوقتي، انا هسيبك لغايه ما تخلص كل الصعبانيات اللي هي عندك دي، ده رقمي وبكلمني. سلامتك يا حوت. شرفت يا رزق، مع السلامه.
مين الراجل ده يا محمود؟ وكان عايز منك ايه؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.